بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة المتابعون الأعزاء أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من هنا من عاصمة الميادين الوثبة، حيث نشهد في هذا اليوم مشهدا تراثيا يتصافح من خلاله الماضي بالحاضر على عاصمتنا الغالية أبوظبي، في مشهد نتواصل من خلاله مع فعاليات وأحداث مهرجان قصر الحصن الذي جاء ترجمة للتوجيهات السامية للمقام السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله من كل سوء ومكروه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ومتابعة واهتمام كبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام ومتابعة شخصية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة. ترحبنا في هذه اللحظات المميزة بالتشريف الكريم والوصول الكريم لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار رئيس الدولة رئيس الاتحاد الإماراتي لسباقات الهجن رئيس اللجنة التنظيمية للبطولة الخليجية، فمرحبا بالجميع. لا شك بأن هذه الرياضة رياضة يحضر فيها شباب المنطقة متمسكين بالعرى الوثقى محافظين على ماضيهم العريق، رياضة نتوارثها جيلا بعد جيل، حيث يأتي الدعم والاهتمام لهذه الرياضة التي تستحوذ على جانب كبير من اهتمامات أبناء الوطن. في هذه اللحظات يصل معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان إذانا ببدء فعاليات انطلاقات الأشواط التراثية. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، أيها الأخوة الأعزاء، انطلق الشوط الأول، شوط مخصص للفئة العمرية من 21 عاما إلى 30 عاما، من 3 كيلومترات هي المسافة، والجائزة للفائز بالمركز الأول هي سيارة عبارة عن نيسان بترول ستيشن للفائز بالمركز الأول، ومن المركز الثاني إلى المركز 15 جوائز نقدية قيمة. مشهد تراثي أصيل، مشهد يعكس اهتمام أبناء المنطقة بماضيهم وحاضرهم المميز. انطلق الآن مع المركز الأول وأتابع المركز الأول، وهذا لهذا الشوط الذي نتابع من خلاله هذا التحدي وهذه المسيرة التي تتواصل في هذا الانطلاق والمنافسة القوية. اللي يحتل المركز الأول الآن، نشوف اللي في المركز الأول مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شاهين للسيد منصور بن محمد بن سالم الخاطري هو من يقود المسيرة، بينما المركز الثاني شاهين يصل في المركز الثاني للسيد سيف بن سهيل بن سليم بن شويرب العامري، الله عليك يا بن شويرب. أما المركز الثالث فنتابع هنا مشكور للسيد عنتر بن عامر بن عوض الصيعري، ويلا يا عنتر، يلا يا عنتر، خل الناموس، ترى الناموس عبله. المركز الرابع نشوف ظبيان للسيد مسلم بن رملي العامري، ولكن حصل دخول وتسلل من قبل
سودة للسيد حمد بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي وهو أحد المرشحين، وسودة هي حاملة اللقب في العام الماضي. أعود إلى البداية ومشهد هاضت في قريحتي عندما رأيت هذا المشهد، الخطام سيدة والعصا فوق، انعاد في الركض التراثي، حب الهجن في كل مخلوق، لن حبها شيء وراثي، نعم هو شيء في الدم موروث جيلا بعد جيل. أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول لأجد الصدارة هنا، ما زالت مع شاهين وما زال منصور بن محمد بن سالم الخاطري، هو منصور حتى الآن، ولكن أوه يا ظبيان تلحقوا ظبيان لي مثلنا، شوفوا ظبيان مسلم بالرملي بن محمد بن مطر العامري، يلا يا العامري قائد مصانع الجنوب هنا كصنع الناموس، ولكن وصلوا أهل سويحان، وصلوا أهل مدينة التراثي، ولا صالة هاي سودة، يو يا سودة الله يا سودة، سودة موجودة وهي لن تغير، ومرت وعبرت أحد الأسماء المرشحة مع السيد حمد بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي يتحكم بالمسيرة. سودة على المركز الأول، شوفوا 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 اللي واصل على الخالي يشتغل شغل الآن على الخالي، بس حتى الآن لم يصدر الأوامر المباشرة، واسمه شاهين خليفة بن مكتوم بن مبروك بن خليفة المحرمي. أما المركز الثالث شاهين مكتوم بن نواب بن نوح بن أحمد البلوشي، أبوه مضمر معروف، أبوه نواب البلوشي، ولكن سودة السلام حتى الآن ما قال لها شيء، ما قال لها شيء المزروعي، لا خالي ولا عصا ولا شيء، الخطام سيدة والعصا فوق، لأنها معتادة على الناموس ومعتاد معها على السبق وعلى الانتصار. الله يا سودة، الشوط الأول الرئيسي في أمسية التراث، في أمسية تتجسد فيها القيم الأصيلة، حيث نحافظ على هويتنا الوطنية، وهو المزروعي يحافظ على موقعه الصحيح مع سودة التي بدأت تنفرد. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا مثل ما قال بن فطيس، سلمت تسليمة مصلي وطارت، اتلفت من الوناسة، معتادة على الناموس ومعتاد معاها حمد بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي. سلام يا سودة سلام، ما قصرت يا المزروعي، حافظت على مستوى سودة التي حملت اللقب وجاءت بماضيها بعد عام كامل دار الحول عليها من فوز إلى فوز، من انتصار إلى انتصار. سلام يا المزروعي سلام، وسلام عليكم يا أهالي منطقة التراثي والأصالة، سلام يا سويحان سلام. وها هي سودة تعبر عن إمكانياتها، تعبر عن قوتها الجسمانية التي في داخلها يكون الانتصار، ثلاث سنوات على التوالي وهي تحقق المركز الأول وتنتزع الناموس. عصا 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 الله، شوفوا تحية المركبي المزروعي للجماهير، مشكور والناموس لحمد بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي. المركز الثاني، انفردت سودة عن بقية المشاركين. المركز الثاني شوفوا رانسيد، هذا داخل رانسيد. المركز الثاني اللي هو شاهين لمكتوب بن نواب بن نوح بن أحمد البلوشي. المركز الثالث كان من نصيب 14 شاهين لخليفة بن مكتوم بن مبروك بن خليفة المحرمي. المركز الرابع جاء فيه شاهين للسيد سعيد بن نايع بن سالم بن سيف بن شاوي الغفلي. والمركز الخامس كان مع شاهين للسيد ناصر بن راشد بن خليفة بن راشد الغفلي. نعود إلى التوقيت الزمني، لحظة وصول سودة إلى خط النهاية قاطعة مسافة 3 كيلومترات في زمن قدره 5 دقائق 15 ثانية. بالوفاء والتمام تهانينا لمالك سودة حمد بن محمد بن خلفان بن راشد المزروعي الذي قادها إلى الناموس وقادها إلى تحقيق المركز الأول للسنة الثالثة على التوالي، 3 سنوات وهي تحقق ذاك المركز وذات المركز في مشاركاتها الماضية. المركز الثاني شوفوا الحركة داخل راس صوب ورك المطية، خبرة كبيرة عند البلوشي. التوقيت الزمني 5 دقائق 30 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس
مكتوم بالنواب بن نوح بن احمد البلوشي المركز الثالث. هذا اللي مني 22. رقم 22 هو اللي ذا جاء في المركز الثالث، ذعناه في المركز الخامس ولكن هو من تحصل على المركز الثالث، واللي هو شاهين للسيد ناصر بن راشد بن خليفه بن راشد الغفلي. الناموس لك يا الغفلي على الفوز بالمركز الثالث، والتوقيت هو 5 دقائق 38 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تتواصل أمسيتنا التراثية مع هذه الأمسية التي شاهدنا من خلالها كل مشاهد التميز. الخطام سيدة والعصا فوق، انعاد في الركض التراثي، حب الهجن في كل مخلوق، لن حبها شيء وراثي.